والسلام عليكم احبابي. عاد الفيديو على جامع في 3 ايام. شوفوا الحبوبه ما لقيت امتى تنوض نوضي اليوم. شو علامه الجوده. ف صراحه البارح مشينا للبحر، البارح تغدينا في الدار، داكشي داز زويون صراحه ما شاء الله. اليوم وصلني واحد الطلبيه اللي هو عباره عن عجل رضيع، يعني باقي تيرضع، كيجيبوه بواحد الطريقه زويونه، يعني مقرطص مقاد. شوفوا تبارك الله هكايا كيجي مقطع. شوفوا ديري لكم الريش اولا الكوتليت بوحديتهم، الفخذ بوحديته، الكتف بوحديته، كلشي بوحديته. فغادي نحط لكم حساب بوشيخه بالنسبه للناس اللي تيحبوا يطلبوا هكايا عجول وهاد الاشياء هادي. ها مامي يس سي هاي هاي هاو ار يو. عطيهم فلايكس عمري ماما بوسه حبيبتي. ف نفس ما قلت لكم كيوصل لكم هذا العجل المقاد مصوب، غير تشدوه وطيبوه. بالنسبه للنساء اللي عايشين مثلا هنا في الامارات وتعجبهم يديروا البرياني وداك الشيء باللحم، اللحم البقري، صراحه هذا العجول اللي تيكونوا صغار تيكون اللحم ديالهم جدا طري وفريش. هو لحم استرالي، يعني من استراليا كيكون جاي مقاد مصوب، يعني على هواكم انتم. والسعر ديالو 550 درهم اماراتيه، فيه من 15 ل 16 كيلو غزيول، يعني يكفي دابا مثلا انا هذا يكفيني دابا واحد الشهر. مزيان غادي مازال نديه لعند الكزان نقطعه بالطريقه اللي انا بغيت. وهذا الشيء اللي كاين. وجيت نعم سيدي للكوزينه، غادي ندير لنا اليوم واحد ستيك. يلا طلعتهم دابا من الكونجيلاتور، طلقوا بخير وعلى خير. دابا ما نقولش لكم الحراره عندنا، عرفتي راه تذوب ماشي غير الثلج، تذوب بنادم. فغادي نضربهم بهاد المطرقه ديال الستيك باش انهم دغيا يطيبوا ويكونوا لذاد. وغادي ندير معكم الطريقه ديال التحضير صراحه بواحد الطريقه اللي كتجي غزاله ولذيذه، فتبعوا معايا لاخر الفيديو. والزوج العزيز جاي يونسني في الكوزينه. حاضرين ديتك انا حاضرين معاك معاك ديت تبين ولا ما تبين؟ دوم لبسنا الخاتم حتشو؟ فين هو؟ انا الخدمة ما يمكنش. انت خاتم جميل؟ خاتم انا في الكوزينة. كنت توضى صليت خليته حتى ما يطيح داخل كل مرة. انا مشكلتي كل مرة يطيح داخل في السنك. الله يعطينا وجهه في السنك. ايه في الهذا في القرقارة يسمونها بلوعة. المهم انا دابا هنا عاد بديت درت البروكلي هنا في المسخون. وهذه الطريقه ديالي ديال الستيك. شنو كندير؟ سوري اكيد ترى بروكلي يبين. هلا اجي ما بتشتاقلي بسير عنك المغرب؟ ها؟ بتشتاقلي ولا لا؟ الحمد لله على كل حال اكيد بشتاقلك، بس ما عاد نسيبك تو والله سيري غير شوي. شوف جداتي نبدل واحد شوي. انا والله ما اقدر اجي، كان مدي اني اروح معاهم بس مع الخدمه ومع وشويه عندي بعد شويه اشغال وضغوطات اخرى. ان شاء الله بخبركم في قناتي في يوميات الاسبوع. اشياء جميله اشياء جميله. الوقت الحالي ما اقدر اقول اي شيء، ما ابغى استحيل لين ما يستوي. اتاكد ان شاء الله. فهنا درت الستيك، درت غير الزبده، انا ما تنزيد عليه والو، كندير الثوم باش كيعطي داك النسيمه ديالها. ودرت اكليل الجبل اللي تيقولوا ليه اليازير، ولا ما عرفتش الصراحه شنو سميتو، ولكن دايره اكليل الجبل. اوكي تيعطي واحد النسيمه غزاله للستيك. من بعد ملي غيطيب لي هذا الستيك غنضيف عليه كريمه الطبخ باش تعطينا واحد الصوص ثك شابعه البهارات ولا النسمه ديال اللحم. فخليكم معايا باش تشوفوا الطريقه. شوفوا هنايا بعد ما درت الكريمه وزدت عليها واحد شويه ديال تشيدر تشيز والموزاريلا، كتجي هكايا ثقيله وكتجي لذيذه البنات غزاله، يعني غير بهذا الصوص ديال اللحم. هي امام سالياش لينا دابا. سالينا وير ار وي جوينغ ريم؟ او نو شفت الزبل. او هو ديد ذس يو يلا جو يا بعد يا يلا سيري يلا طلعي. لقيتوني عاد دابا هي خارجه انا وياسين خويا، غادي نقضي شي اغراض عندنا. عندنا بزاف ديال الاشياء خاصني نقضيهم ان شاء الله. واخيرا غادي ننزل للمغرب الحبيب، توحش بلادي. بغا ننزل بغا نسافر، بغا ندور نشوف العائله نشوف الحبايب. عاد
كثيره مناش ما نزلتش دابا راه مني كانت ريم باقا صغيره يلا عندها تقريبا 5 شهور 6 شهور بحال هكا شفت تقولك بيبي كام بغات حمدان يجي يو وانت حمدان تو كام اه بيبي نو هي سليب فغادي نمشي انا وليداتي ان شاء الله ومدينه عفتي ومدينه طيره 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 بالفرحه غدا تحمق وجينا الفقره تاع دين المزاج ما يمكنش ما نجيش لستاربكس يا اند وان براوني خدينا انا وياسين كراميل فرابتشينو كيعجبني بزاف كيحمقني انا داك الفرابتشينو فغادي ناخذو شي نقصو ونديرو لاكسون مع مخنا دابا ريم حطيتها في الالعاب ونرجع معاك الحماق والهبال في هاد الامور والله هادشي اهم حاجه تعديل المزاج ياك والله الا ضروري واحد يقاد راسو النفسيه كتحتاجها فصراحه بزاف ديال الاشياء الجديده طرات بزاف ديال الاشياء الجميله قررت انني نمشي للمغرب ان شاء الله تعالى اكيد غادي نشارك معكم كل شيء اللي غندير سفراتي اشغالي المفاجات اللي كنوجد للمغرب المهم عندي بزاف ديال الاشياء زوينه ان شاء الله تعالى غادي نتقاسمها معكم متحمسه بزاف وفرحانه بزاف ومكرهتش كنت نمشي لبلادي توحشت والديا واخا مشاو عليا غير يومين ولا ثلاث ايام الله يسمح لينا من الوالدين فالحمد لله ايام زوينه ايام رائعه فغادي نمشيو ان شاء الله للمغرب ياسين ما يمشيش لان خدام غادي يبقى صافي دابا ولا غيتعبر هو غيتعتبر من صحابو غربه مشيتي فيها هدا ياسين هادي ماشي مشكل فهادشي اللي كاين الحمد لله على كل حال نمشي نخرج الوالدين تا هما شويه واخا خرجتهم هنا ما ينشوف تما جداتي وعماتي والعائله والحباب والصحاب اكيد غنشارككم كلشي كاين بزاف ديال المفاجات انا متحمسه وليت كنبغي نغرفنا الحمد لله على كل حال شوف ياسين التصويره اللي داير كي دايره شوف اجمل تصويره سبحان الله الوالد اللي قال لي سكريني سكريني شوف هو شاش لها شتيها انت يا ماما شوفي شنو حار شوف المهم ها هو جاو عندنا الحبايب الجميلين اللي غيربطوا لينا المزاج ثانك يو يا سلام يا سلام سلم على الحبيب فجيت هنايا للصالون ما شاء الله صالون غزي والغزال غزال تبارك الله الديتيلز والديزاين رائع سمبل واليجنت حتى الالوان اللي ما شاء الله مختارين غزيولين فغنشارككم شنو السيرفيسز اللي عندهم وكل الاشياء هذه منطقه ما كتضيعش نهائيا يعني متوفرين عندكم الباركينات غنصور لكم كذلك من برا باش تشوفوا وتعرفوا لوكيشن حاط لكم ان شاء الله الحساب مع الانستغرام في صندوق الوصف عندهم الاماكن الخاصه بالنسبه للمانيكور بيديكور اهم شيء ما شاء الله التباعد الجسدي صراحه حتى الكولرز اللي مستخدمين زوينين وتريحوا البال هادين ديكوريشن سيمبل يعني بالنسبه للبنات اللي تحبوا الصوالين الهاديه اللي ما فيهاش حشره واهم شيء انك تجي للصالون وانت مرتاحه فننصحكم في الصالون هذا كذلك عندهم تريتمنتس بالنسبه للشعر شوفوا ما شاء الله هانتوما نمسجين الوي فيرا فريش وعندهم هذه الخزانه ياك وهنا تبارك الله عندهم خلطات طبيعيه بالنسبه للشعر غادي نخلي دابا الاخت المختصه باش تعطيكم فكره على شنو غادي نستخدموا اليوم بالنسبه للسدر كنديروه مع الاويل الشعر الدهني الاعشاب كمان الخزامه والورد كل اعشاب طبيعيه الخلطه انا تنشف الورد تبارك الله وهذا الغسول للوش مع المورد بغيتي ديريه قبل ما تدخلي الحمام او من بعد الحمام حتى هو زوين للوجه ما شاء الله وعندنا الخزامه تيل الشعر تيل الشعر ما شاء الله طبيعي طبيعي للشعر بس الاوليفيرا تاهي زوينه مزيانه للشعر بزاف اكيد يعني غنية دوم يعني 5 جلسات يعني اقل شي 2 مرات في السيمانه فعلا لان الاوليفيرا اذا درتو فقط مره ولا هذا ما تتعطيش ليفي فمنها ثاني مره في الاسبوع ميد راسك خذي باكج ديال الاوليفيرا وديروا لشعركم اهم شيء انك تاخذي حمام وميم طون تديري تريتمنت لشعرك تستفدي منه
راكي عايشة الحياة زوينة. فغير خليكم حساباتهم فعلا لازم تجربوا الحمام لان الصراحة غزي ولدك شي. فانا غادي نجرب الحمام ونعطيكم رأيي. شوفوا شوفوا تبارك الله الحمام المغربي كيفاش داير عندهم رائع الصراحة. ومديرين هاد الليتات هنا تشرح الخاطر الصراحة. شوفوا كل وحدة عندها خصوصيتها في الحمام. عندهم تبارك الله ثلاثة ديال الغرف ديال الحمام السونا كل شيء الكتروني يعني كل وحدة عندها خصوصيتها بالنسبة للحمام. شوفوا 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 ما شاء الله. شوف تبارك الله ما شاء الله داك الشيء رائع. يعني كل وحدة عندها خصوصيتها في الحمام ديال الحمام ديالها تغسل شعرها وهي مرتاحة. شوفوا انتو الدلع شوفوا انتو الدلع ما شاء الله. وجيت للدار شوفوا الحبوبة التي مغاش تحيد لي صراحة. الحمد لله دوزت واحد الحمام رائع رائع رائع. اهم حاجة جيت لقيت وليدي بخير وعلى خير اللهم لك الحمد. فهنا بغيت نوصل معكم النهاية ديال الفيديو ديالي. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. شوفكم باذن الله تعالى في فيديو جديد على قناتي ميزا بلوغ. مع السلامة.